الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. حذر البنك المركزي العراقي شركات الصرافة التي تبيع دولار المسافرين في المطار من تسلم عمولة تزيد على 25,000 دينار. وذكر البنك أنه من خلال التدقيق ومراقبة أعمال الشركات بشأن بيع الدولار المخصص للمسافرين، لوحظ أن بعض من شركات الصرافة تستحصل عمولة أكثر من المخصصة لهم، استحصالها وتقدر ب50,000 دينار. وهدد غير الملتزمين بالتوجيهات إلى الاستبعاد شركات من الاشتراك في نافذة وبيع وشراء العملة الأجنبية. أكد مراقبون عراقيون ورود شكاوى كثيرة لوجود مشكلات في بطاقة سويش، وخاصة من الذين يستخدمونها في الدفع خلال التزود بالوقود بمحطات التعبئة. وقال المراقبون أن بطاقة سويش تضمنت مشكلات كثيرة، حيث اشتكى الكثير من الذين اقتنوها من وجود مشكلات بعدم اقتطاع المبالغ الحقيقية، مبينين أن مشروع بطاقة سويش يقف خلفه شركات أهلية وكتل سياسية وأحزاب متنفذون، حيث توقفت لفترة بسبب وجود شبهات فساد بها ما أدى إلى إيقافها. قالت لجنة الاستثمار البرلمانية إن الأرباح في المجمعات السكنية في بغداد تصل إلى 300%، مبينة أن هناك مجمعات قيمة الشقة الواحدة فيها لا تتجاوز 100 مليون دينار، فيما تباع ب400 مليون. وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري إن العراق يحتاج 3 ملايين وحدة سكنية، موضحا عدم وجود مجمعات تفي بالغرض بسبب كثرة الطلب وتوسع القاعدة السكانية. وأضاف أن المشكلة متجذرة من خلال منح أراض في قلب بغداد من دون حسابات. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن التوترات الجيوسياسية الراهنة أدت إلى فقدان أكثر من 60% تقريبا من عائدات قناة السويس، أي ما يزيد عن 6 مليارات دولار خلال الأشهر 8 الماضية. وكانت هيئة قناة السويس قد قالت إن إيرادات القناة تراجعت خلال العام المالي الماضي بنسبة 23.4% إلى 7 مليارات و200 مليون دولار، مقارنة مع 9 مليارات و400 مليون دولار للعام المالي السابق له. واصلت أسعار النفط مكاسبها مدعومة بتصاعد المخاوف بشأن ضغوط الإمدادات المحتملة من منتجي الشرق الأوسط بعد تزايد هجمات إسرائيل على أذرع إيران في المنطقة. وتلقت الأسعار الدعم من احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط مع إيران، المنتج الرئيسي وعضو منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، بعد أن كثفت إسرائيل هجماتها على حزب الله والحوثي في اليمن. وفي وقت لاحق سترتقب الأسواق سماع رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تلمسا لمؤشرات على وتيرة تيسير السياسة النقدية. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز للقاء.